آمن المطمئن. أولا بنشكر معالي المحافظ على تشريفه ولسه جاي من السفر وأصر على الحضور، ده يؤكد لك على تلاحم القيادات في السواب، عشان كده كل حاجة بتنجح. لو لاحظت من الأول من المهرجان الأول ثم الثاني إلى السابع كان عدد الجامعات اللي بتشارك كان أقل، ثم زاد لحد ما وصل ل 20 جامعة، وده أكتر عدد جامعات بيشارك في أي مهرجان قمة على مستوى الجامعات المصرية كلها. بعد ما بينتهي المهرجان بيذهب تقرير للوزارة بيقيموا كل حاجة تمت، بناء على هذا التقييم بيسندوا للجامعة تاني أو لا. فالحمد لله التقييمات دايما بتقول ان جامعة السواج ماشيه من الاحسن للاحسن، لدرجه انه اصبح حاصل على جامعة السواج، والجامعات الثانيه هي اللي بتطالب انه يقام في جامعة السواج، وده اللي بيسعدنا. فالحمد لله النهارده الموضوع ده مهم جدا، 20 جامعه مع معهد، والمعاهد حتى اللي حوالينا كلها شاركت معانا، دي دليل على نجاح جامعة السواج. في تراث بيئي بيناسب المكان، كل جامعه جايه بالتراث اللي هو يخصها، من اسوان لاسكندريه، ده دلاله. الدلاله الثانيه مهمه جدا ان جامعه الازهر ولاول مره تشارك في تراث بيئي وشعبي، ده توجه جديد جدا علينا وده مهم، وسحبهم معانا في الانشطه دي، ده يعني مهم جدا في الايام اللي جايه خاصه في الازهر. فبالتالي النجاح المؤتمر نجاح انا واثق منه، لان احنا تعودنا على هذه المهرجانات وتنظيمها وكيفيه ادارتها، فعلا كيفيه الترحيب بالضيوف، بمجرد ما بيذهبوا الى جامعتهم بيبدا الكلام على محافظه السواج وجامع السواج لسنه لقدام، وامتى المهرجان يتم. فده طبعا نجاح الحمد لله يحسب لكل القيادات في المحافظه وليس لرئيس جامع السواج فقط. والله الناس هنا طيبه جدا والله، والاحتفاليه جميله، ويعني الفولكلور واللي احنا نتعرف على جامعات ثانيه ده موضوع يعني حاجه كويسه جدا، بتزود علاقتنا ونعرف السواج عامله ازاي بجد. يعني شعب جميل جدا يعني، واهلها طيبين جدا والله. والله يعني احنا سمعنا ان هي كلها العاب بيئيه وشعبيه، فسمعنا ان هي في اللي هو شد العصا، وسمعنا في يعني كذا العاب، ان شاء الله هنحاول نشارك فيها وربنا يسهل يعني ونحقق اي حاجه باذن الله ان شاء الله. اللبس اللي انت لابسه ده معناه اسكندريه؟ طبعا لبس يعبر عن الصيادين في اسكندريه، يعني يعتبر من اللبس الشعبي لينا، فاحنا جايبينه هنا حاجه معبر عننا وحاجه خاصه بينا كناس من جامعه اسكندريه يعني. فحتى منظرنا كان واضح للكل، والناس لما دخلنا عرفتنا وكانت بتشجعنا وكانوا مبسوطين، ناس جدا كويسين جدا، وناس نحب نشكرهم على استقبالهم الجميل، وان شاء الله تتكرر الزياره ونشوفهم تاني وتاني. هو بيقول لعبه الحكشه والطوق الطاير والالعاب الترويحيه وكده. فكره انك انت تتعرف على زمايلك من جامعات مصر المختلفه شايفها ازاي؟ اكيد التعرف ده حاجه طيبه وحاجه كويسه، بمعنى النهارده مثلا مهرجان النهارده كان في جامعه سوهاج، بيبقى مثلا في جامعه اسكندريه في مهرجان تاني، في اي مكان بيبقى اصحابي هناك، في اي مكان بيبقى في تعارف. وطبعا المهرجان هنا العاب البيئه الالعاب الشعبيه ده يعني بيمثل تراثنا وبيمثل حاجاتنا في مصر عامه، ان احنا لازم نتمسك بالتراث ده، وحاجه شعبيه ان الواحد والتعارف الجامعات نفسها وحاجه للترفيه مش اكتر. كمان حضرتك ان هذا المهرجان من الساعه 7 صباحا ما بين الشباب والرياضه والجامعه والمحافظه، ده اسراء للشباب وللعموما في سوهاج، بدليل على الامن والامان في سوهاج. الحمد لله يعني احنا بنتمتع بنعمه كبيره ربنا سبحانه وتعالى اولاها لينا تحت قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشباب مصر خير وجامع سوهاج بخير اكتر ان شاء الله مع الدكتور نبيل نور الدين. اذا للمره السابعه على التوالي تستضيف جامعه سوهاج فعاليات مهرجان الالعاب البيئيه والشعبيه للجامعات والمعاهد العليا بمحافظات مصر المختلفه. محمد رفعت، طيبه.